هيا نغسل الصحون ونبدأ التنظيف بعض الماء والصابون وأخيرا تنشيف من جديد؟ نعم. هيا نغسل الصحون ونبدأ التنظيف بعض الماء سأفتح وأخيرا تنشيف. حسنا. مرحبا. هيا نغسل الصحون. من قرع الجرس؟ بعض الماء. نبتة. ماذا؟ نبتة؟ هل أرادت الدخول في رأيك؟ ها؟ لا، لا أظن هذا يا رومبا. دوري. مرحبا. أوه، هذا أنت. ما الأمر؟ ظن رومبا أنكما نبتة. هل رأيتما كرس في الجوار؟ لقد كنا نلعب الغميضة ولم نجده في أي مكان. يستطيع كرس الاختباء ساعات طويلة ولا يجده أحد. أنا ورومبا سنساعدكما. نعم، ونبحث عن تلك النبتة. هيا. مرحبا يا بلبلة. مرحبا يا فكري. هل رأيتما كرز؟ أقوم بشيء أهم بكثير من البحث عن كرز. سأجعل فكري يختفي. من شجرة إلى بذرة، فكري الآن لا يرى. هل اختفيت؟ لا، ولا حتى قليلاً. أوه لا، للأسف. لا، لابد أنني متعبة. ربما اليوم غير مناسب لاختفائه. ولكن لماذا تريد الاختفاء يا فكري؟ أوه، ستقولون إنني سخيف. لا، لن نفعل. حتى اسأل رومبا. سنقول إنك ظريف ولكن لست سخيفا يا فكري. حسنا، أتمنى أن أركض مثلكم وأن ألعب ألعابكم. أريد مشاركتكم اللعب، لعبة الغميضة مثلا، أن أكون من يختبئ لمرة واحدة. أظن أن من حق أي واحد أن يختبئ. لا تقلق يا فكري، سنساعدك. حقا؟ أترك الأمر لنا يا فكري. لكن كيف سنخفي بلوطة ضخمة؟ هذا بالتحديد ما أسأل نفسي عنه. هيا جميعا لنسحب فكري إلى الملعب. وأنا سأرش بعضا من سحري البلبلي. من التلة إلى الملعب، فكري سوف يسحب. اسحبوا. مشكلة البارع في الاختباء مثلي هي الشعور بالوحدة. أهلا بك يا بلبلة. إنه لا يتزحزح. أوه فكري، لم ننجح في إخفائك، سامحنا. لا، لا بأس، على الشجرة العجوز أن تظل عالقة في هذا المكان. لن أذهب أبدا إلى الملعب وألعب الغميضة مع أصدقائي. مسكين فكري. روزي، ها، هل سأعمل وحدي؟ لو أنني أجد طريقة لمساعدته. روزي. رومبا، الوقت غير مناسب للمزاح. أوه، هيا أخرجيني. رومبا، لقد أعطيتني فكرة عبقرية. اتبعني. ها؟ إلى أين يا روزي؟ روزي، لنخفي شجرة البلوط. ها، جيد، هذا أسهل من الغسيل. بينون، تعال ساعدنا. ماذا؟ نعم، نعم. أمسك هذه الآن. أين هي بلبلة؟ بلبلة. شبيك لبيك. خذي هذا. لماذا؟ لأنك ستخفين معنا فكري.
أنا؟ هل سأختفي حقاً؟ ها؟ هيا يا غيوم ساعدينا. أوه، هذا يدغدغ. آه، لقد نجحنا. نجحتم في ماذا؟ أين فكري؟ انظري. روزي، النبتة، إنها هناك، انظري. هل سنعود إلى ذاك الموضوع؟ نبتة تتحرك. أتساءل من هذا يا ترى؟ هيا لنختبئ ونرى. أنا مللت من هذا. ها أنا، لقد ربحت. أين أنتم؟ فكري، لقد اختفى. فكري، أين أنت؟ فكري. أنا هنا أيها الولد المشاغب. هذا أفضل مكان للاختباء منذ أن اخترع الغميضة. رائع. شكرا يا روزي ويا رومبا، شكرا للجميع. أتعلمون؟ يبدو فكرك بيت ألعاب، أضخم بيت ألعاب. صحيح، وماذا نفعل في بيت الألعاب؟ نلعب. يوهو، هل أنتم هنا؟ مرحبا جميعا، أتودون الخروج لنلعب؟ آسف يا لين، نحن نصنع رجلا آليا. رجل آلي؟ نوعا ما. لو كان عندي رجل آلي حقيقي أو ربما أفضل. أود أن أصنع أرنبا آليا. هذا سهل جدا. لا عليك يا رومبا، أنا سأصنع لك أفضل أرنب آلي. سأساعدك، أنا ماهرة للغاية. هيا يا كرز لنبدأ العمل. ترى كيف يتحرك الآليون؟ هكذا. انظر يا بينون، لنستعمل جهاز التحكم القديم للتحرك. ولعبتي القديمة، نجعلها وجه الآلي. يبدو الأمر مسلياً. ماذا تفعلين؟ أحاول تجميله. لا خطأ، أنت تتلفين. ستلتصق عليه هذه الأشياء ولن يعمل. بل سيعمل. ما رأيك يا بينون؟ لا أعرف فعلا. كل منكما عنده أفكار جيدة. ممتاز، حسنا يا بلبلة، يمكنك أن تنظري. ما رأيك؟ إنه بشع جدا. هل يمكن أن تجعله أجمل؟ أعرف ماذا ينقصك، سأعود حالا. بينون. مرحبا يا كرز، كيف تجري الأمور؟ قالت بلبلة إن علي أن أجعله أجمل وأنا لا أعرف كيف. هل تساعدني؟ أنا لا أستطيع. لماذا؟ لو ساعدتك لن أكون منصفا تجاه لين. لا أستطيع أن أساعد أي منكما. آسف يا كرز. ترى، انظر إلى هذه الريشات. الآن سيصبح أرنبك الآلي جميلا مثلي. شكرا يا بلبلة. هل ستعجب رومبا؟ طبعا، هناك أشياء كثيرة تعجبه. أرجوحته، الطعام، وطبعا روزي. لو أضفتها لأرنبك الآلي فسيكون هو الأفضل بالتأكيد. كما ترين يا بلبلة، ربما لم تكن أفكار لين سخيفة. ليس المفروض أن يفعل هذا. كرز أبرع في جعل الأشياء تتحرك. هل تستطيع المساعدة يا بينون؟ آسف يا لين. ما الأمر؟ ما هي المشكلة؟ أرنبي الآلي يقع باستمرار. أها،
يشبه هذا بناء الأعشاش. حقا؟ نعم، ليس هناك أسوأ من عش مهتز. ما يجب عمله هو اختيار أفضل أغصان ليتماسك الجزء الخارجي. شكرا يا بلبلة، ربما إن بدلت هذه الأجزاء أيضا هكذا. ربما أفكار كرز لم تكن سيئة تماما. الجميع جاهزون؟ 3، 2، 1 الآن. أنتم لم تروا شيئا بعد، انظروا الآن. ما كان يجب أن يحدث هذا؟ طبعا أنا لم أساعد في هذا الجزء. رائع، أعجبني. انتظروا جميعا لتروا أرنبي الآلي، انظروا إلى الأمام. هيا انطلق. لا، تذهب في الطريق الخطأ، توقف. سأساعدك. هيا يا أرنبي، أنقذ الوضع. يدغدغني. ربما كان يجب أن أساعد كرز ولين. كسر أرنبي الآلي. وأنا أيضا، لم تعد لنا أرانب آلية. أوه لا، إنها أفضل أرانب آلية كنت أحصل عليها. أنا آسفة. وأنا أيضا، كان يجب أن نتفاهم معا ونصنع أرنبا آليا معا. آسفة يا كرز. آسف يا لين. أوه، هونا عليكما. هاي، هل تذكران حركاتي كرجل آلي؟ لقد أوحيت لي بفكرة يا بينون. سأصنع رجلا آليا يفعل ما يطلب منه ولا ينكسر. هاي، لا تتلصصوا، هذه مهمة سرية جدا، عملية الأرنب الآلي الخارق. حسناً جميعاً، انظروا الآن إلى الأرنب الآلي الخارق. دورك يا روزي. تادا! إلى الأمام. والآن دوراً. على رجل واحدة. واو، هذا أفضل أرنب آلي على الإطلاق. اسمي لين الآلية، تشرفت بمعرفتك. يسار، يمين، خذي البسكويت، أحضريه إلي أرجوك. أنا أحب روزي الآلية كثيراً، لكن أنا أفضل صديقتي روزي بدلاً منها. حتى لو أنها لا تفعل ما أطلبه دائماً. روزي الآلية لا تحب الأرانب الأشقياء أبداً. هي يا روزي، أرجوك. سر اختفاء النحل. سيكون اليوم حافلاً بجمع العسل من الزهور يا رومبا. سيكون النحل منشغلاً للغاية. ياه، أحب العسل. ترى كيف يصنعه النحل؟ هل ترى قلب هذه الزهرة؟ نعم، إنه مليء بالرحيق. يجمع النحل هذا الرحيق ويأخذه إلى الخلية،
وهناك يحوله إلى عسل شهي لذيذ مثل هذا. مدهش، النحل في منتهى البراعة. شهي. سأذهب لأرى كرز. إلى اللقاء. وداعاً، زرعت الكثير من الزهور للنحل في الحديقة، هل تذهب معي لنرى كيف نمت؟ أجل، أرجوك يا بينون. حلزون، هذا مثالي للرسم، إنه لا يتقافز كما أنه جميل وبطيء. مرحباً يا لين. رسم حلزون جميل. تستطيعين أن ترسمي زهوري الجميلة الجديدة، لقد زرعتها هناك، تعالي. أنا لا أرى أي زهور هنا يا بينون. ولا أنا. لقد زرعتها في هذا المكان، لكنها لم تنمو بعد. يا إلهي. حسناً، إذن علي فقط أن أزرع المزيد. هيا بنا يا رومبا، فلنذهب لنحضر المزيد من البذور. أظن أن معي كل ما أحتاجه. سوف أعتني بالنحل حتى تعود يا بينون. النحل لا يحتاج إلى جالسة كالأطفال يا رومبا، لكن إن كنت سترعاه عليك ارتداء هذا، لأن النحل قد يلسعك. أنا لم أعتني بنحل من قبل يا بينون، سيكون هذا ممتعاً. أين ذهب جميع النحل؟ ربما يكون مختبئاً. اظهر أيها النحل، أينما كنت؟ أيها النحل، إلى أين ذهبت؟ هذا رداء رائع يا رومبا. ماذا تفعل؟ أنا أبحث عن نحل بينون، كان من المفترض أن أرى النحل، ولكن لا أستطيع العثور عليه. أثق أنهم لم يبتعدوا كثيرا عن هنا يا رومبا، سأضع هذه الرسوم في الداخل لأجل بينون. سأساعدك على إيجاد النحل. أشكرك يا كرز، الآن يمكنك أن تبدو رائعا أيضا. يا إلهي، إن رسوم لين كلها رائعة، لكنها رسمت الكثير منها. روزي، لدينا مشكلة، بحثنا في كل مكان لكننا لم نعثر على النحل. يا إلهي. بينون سوف يغضب مني جداً، لقد وثق بي لرعاية النحل، وبدون النحل لن يكون هناك عسل. ربما هناك طريقة أخرى للحصول عليه. نعم، يمكننا أن نصنع العسل بدلاً منه. كيف؟ بينون قال إن النحل يجمع الرحيق من الزهور ويحوله إلى عسل، إذن هذا ما سوف نفعله. إنها فارغة، ماذا عنك؟ آسف يا رومبا. علينا أن نكون صغار الحجم مثل النحلة لنستخرج الرحيق من الزهور. يتعين علي أن أخبر بينون أنني لست راعي نحل جيد وأنني أضعت النحل. أهلاً فكري، هل رأيت نحل بينون في أي مكان؟ انظر هناك، لقد كان يحوم هنا طوال اليوم. زهور، الكثير منها. لقد تنزهنا هنا وأكلنا بذور الزهور، لابد أننا أسقطنا بعضها. سيتمكن النحل من صنع عسل كثير منها، لكن كيف سيجد طريقه إلى الخلية؟ قد وجدتك يا بينون. مرحبا يا لين، ما الذي تحملينه؟ كنت حزينا للغاية بشأن عدم نمو زهورك، فرسمت لك الكثير من الزهور كي تضعها في بيتك بدلا منها. لكن هناك الكثير منها بالفعل في بيت بينون. رومبا. إنها رسوم جميلة يا لين، أشكرك. من المؤسف أن لا أحد يريدها. كل هذه الرسوم وهذا النحل أعطوني فكرة رائعة. Thank you.
بفضل رسوماتك عاد النحل إلى خليته. إذن سيكون لديك عسل في النهاية يا بينون. أشكركم. حسناً، يستغرق النحل وقتاً لتحويل الرحيق إلى عسل، لذا لن نحصل عليه وقت تناول الشاي. لكن لحسن الحظ دائماً لدي كميات إضافية من العسل للطوارئ. أيريد أحدكم شطائر عسل مع الشاي؟ أجل!